اهلا وسهلا مشاهدي الكرام، نحن اليوم بمدينة الزاق، دائما في اطار الاستعدادات التي سوف ننتقل بعدها مباشرة الى جامعة المحبس. جامعة المحبس منطقة حدودية لمخيم تندوف تبعد حوالي 40 كيلومتر. هذه الوقفة التي دعت لها فعاليات مدنية، فعاليات سياسية، فعاليات حزبية محلية تأتي ضمن الإشادة بالقرار الذي اتخذ مؤخرا بشأن معبر القرقرات وتطهيره من عصابات البوليزاريو. دائما نحن في إطار الاستعدادات تلاحظون معي عدد من الفعاليات والاستعدادات على قدم وساق للانتقال إلى جامعة المحبس، ابقوا معنا. نحن الآن في استعداد لانطلاق لجامعة المحبس الحدودية من أجل تثمين القرار الملكي في فتح معبر القرقرات، ومن أجل تفنيد بعض الإشاعات التي راجت عبر المواقع التواصل الاجتماعي. اليوم نحن هنا حاضرين كشباب هذه المنطقة، هذه جئنا هنا لنفند الادعاءات التي تأتي بها ميليشيات البوليزارية والانفصالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها والمغرضة، والتي تدعي بأن هناك حروبات وهناك استفزازات على منطقة المحبس. منطقة المحبس كما تلاحظون اليوم هي منطقة مدنية الحمد لله، دون حروبات ودون تشنجات لا بين القوات المسلحة الملكية الباسلة المغربية مع ميليشيات البوليساريو. ونثمن الخطوات الملكية السامية الاحترافية والسلمية اللي قام بها صاحب الجلالة على مستوى فتح معبر القرقرات وتحريره من ميليشيات البوليساريو. في البداية كنبغي نقول أن الشعار ديالنا هو الله الوطن الملك، بحكم حنا كاينين في هذه المنطقة هذه وبالكثرة ديال هذه الأخبار الزائفة هذه، وبالحكم ديال أننا تربينا في وسط عائلة اللي هي
الاب ديالنا جندي وهاد الاخبار هذه كلها، فان هذا الشيء كيكون كله زائف وما كنثيقوش فيه. وحنا كنثيقوا في القوات المسلحه الملكيه ثقه، وكان ثقه كبيره وكنعتزوا بهم. هاد الاخبار الزائفه وهذا الشيء ما كتشكل لنا ابدا اي قلق، لاننا حنا واثقين بالقوات الامنيه وعاطين الثقه الكامله في وطننا، لاننا عارفين ان احنا وطن ديالنا غيحمينا بكل شتى الطرق. اولا هو امننا واماننا وسلامنا اكيد، داكشي علاش حنا دايرين الثقه فيهم، وكذلك هما دايرين الثقه فينا. يعني اخر حاجه، اقل حاجه كنقدو نديروها هو دعمنا وسلامنا ومحبتنا ليهم.